من العناصر المهمة جدا في الحفلة، واللي كانت يعني علاقتها بالنجاح ما شاء الله مرتبطة تماما، وكانت بطل أساسي هو الصوت. طبعا. فمعانا مفدي ثابت على التليفون، مهندس الصوت، إيه رأيك؟ ده العظيم مفدي ثابت. العظيم مفدي ثابت، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، اهلا بيك باشمهندس. جاي بقدمك، فاحمد قال لي اسمه العظيم مفدي ثابت. ربنا يخليه، ده مجامله جميله منه عشان هو صاحبي. لا 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 لا، مش هيجاملك في شغلك العظيم اكتر والله. تقول له ايه يا احمد؟ يلا. انا اللي اقول له؟ انت يعني استحملت اللي ما استحملوش مهندس صوت خالص، كمواعيد، كطلبات، كضغط، لان الكلام ده تنفذ في اسبوعين او يعني اكتر شويه، حاجه 20 يوم يعني. فتحمل كميه ضغط واستعجال وساعات طويله من الشغل ما استحملهاش مهندس عادي، ويفضل محافظ على ثباته الانفعالي كده. الله. مفدي يقول لي اتعملت ازاي في الحفله اللي فاتت دي، ودي من الحاجات اللي بيبقى صعب فيها قوي فكرة الصوت. هو أنا دوري كان في التسجيل أكتر، أنا ما كنتش موجود في الحفلة في اللايف. أنا كنت موجود في تسجيل الأوركسترا والميكساج بتاعها والكورال والسولوهات، لأنه العمل كان مسجل، ما هوش وكان بيدك، مش لايف أوركسترا زي الباريد. بس فكانت المهمة أنه أسجل الأوركسترا ونطلعها أوركسترا زي ما هي، كأنها لعبة مع بعضيها يعني. أنت عارف حضرتك أن الأوركسترا في الاستوديو يعني مش بنسجل كل الاوركسترا مع بعضها، صحيح. سكشن. اي وبعدين بالمكتاج بنحط الحاجات دي جنب بعضها. ما هو ده الضغط اللي انت عايشته اللي بيقول عليه احمد. لا، هي ضغط وقت اكتر، لانه العمل كان مثلا يتسجل على مدار شهرين مثلا، كنا ممكن نسجله في 20 يوم. بس والله نتائج رائعه. قول لي بقى وانت بتتفرج كده شفت العمل كله ازاي؟ اولا بشكرك وبحييك على الشغل بتاعك في الحفل، بس قولي وانت قاعد كده بتتفرج حسيت ايه؟ شايف الحفله ازاي؟ طبعا كنت حاسس بالفخر، لانه النتيجه كانت صراحه كانت فاقت كل توقعاتنا يعني، كانت مبهره جدا. الصوره كانت حلوه قوي، والعناصر كلها جميله، والناس اللي كانت على المسرح كمان دي مش ناس اللي احنا معتادين عليهم يعني. انا مبسوط من فكره ان احنا استعنا بناس مش بوبيلر يعني، ما انتش يعني كل المغنيين شاطرين جدا جدا وموهوبين جدا، لكن هم على المستوى ان احنا قد ايه عارفينهم، ده احنا مش عارفينهم كويس. ايوه وبعدين فوجئنا بيهم في الاستوديو في الاول، وبعدين على المسرح طبعا كنت فرحان بيهم جدا، المغنيين والاوركسترا كلها على بعضها يعني. بصراحه كانت ادائها مبهر، واتحط عليهم كمان بقى الرقصات والشو كده، فكان العمل كان شكله طبعا يعني يثير الفخر يعني عند اي حد. صحيح صحيح، شرفتنا في عمل عالمي، عمل عالمي، العالم كله شافه. انا اللي نفسي اقول لاحمد حاجه لو تسمح لي يعني. طبعا. على قد ما احنا كانت علاقتنا الشخصيه يعني قريبه وكويسه قبل الشغلانه دي، لكن في العادي انه الواحد لما يبذل مجهود ويركز وحد فوق دماغه كده عمال يعتني بتفاصيل، غالبا بنبقى مش عايزين نشوف بعض الوقت طويل يعني، ناخد اجازه من بعض. العكس بقى حصل النهارده الصبح، انا تحت رادار على احمد، وانت في ايه يا ابني بتعمل ايه؟ بالظبط، انا اتعودت على الراجل ده بكلمه بشوفه كل ثانيه. ايوه حصل فراغ فجاه كده. فجأة كده. لا والله شرفتونا يا مفدي، ودايما يا رب مشرفينا كده. وشكرك ومبروك عليك. مبروك 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 النجاح.